امس يعني على طاري هذا الموضوع، امس كنت انا وواحد اللاعبين الدوليين، يعني لاعب مثل المنتخب السعودي الاول كره القدم، وكنا نتكلم بلاعب جماهيري ما راح افصح عن اسمه لسبب، لانه ممكن يعني يتعثر مشروع حقه ولا يدخل هذا المجال، لكن يعني اكد لي وعلى موضوع التواجد في المهرجان من خلال النسخه القادمه، كذلك ايضا من خلال الاستثمار في هذا القطاع اليوم، وتفاجأت انه يعني عنده معلومات كبيره ومعلومات كثيره. يعني خصب سم خصب ايه فهد تسمح لي بس تفضل. يعني احنا تعودنا مع جماهيرنا في مجلس الصياحه ومشاهدينا ان ما نخبي اي معلومه، صحيح. خلنا نقرب لهم اللاعب يحمل الرقم 10، صحيح، وش هو في نادي، وفي نادي عاصمي، صحيح. خلاص لا 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 دقيقه، لا عشان ما احنا نقول هو في نادي عاصمي، صحيح، ويحمل ويحمل قميصه، ترى هذا واحد ثاني رقم 10، هذا واحد ثاني، توجه للمشاركه، بدا فهد يراوغ، هذا واحد ثاني والله، فهد بدا يراوغ، لا لا انا عارف انت تقصد، هذا واحد ثاني، توجه للمشاركه او للاستثمار، للمشاركه والاستثمار، للاستثمار في مجال، مرحبا، اذا انه يطول العمر يبي مجاهيم، اذا انه يبي الله يحييه، نرحب ونرحب باي خيال جديد، صحيح، يبشر بسعة الصدر والخير الواجد والرزق والربح الواجد، صحيح، ومعرفة الرجال المطاليق، انا اشهد، وبعدها كلها وعلى تاجها مسابة خادم الحرمين وولي عهده، فيه شيء اطيب من كذا؟ ما في اكبر من هذا الشرف.